دكتور، يعني نتحدث اليوم عن الملف اليوناني أو العلاقات التركية اليونانية. من أي منظور تقيم تركيا علاقاتها اليوم مع اليونان، وخاصة أن اليونان هي يعني جارة وهي عضو بحلف شمال الأطلسي، ولديهم يعني تاريخ طويل تركي يوناني. كيف تنظر تركيا، أو كيف تقيم، من أي منظور تقيم العلاقة مع اليونان؟ ما هي أولويات تركيا تجاه اليونان؟ بالفعل هو موضوع مهم وعلى الساحة الدولية الآن، هو موضوع متشابك، يعني متشابك تاريخيا، متشابك جغرافيا، حتى في مفهوم العلاقات الدولية في نظرية الأبعاد المتساوية. طبيعي أن تنظر إليه تركيا كبعد استراتيجي مهم، وخصوصا مع طفرة الثروات في البحر المتوسط وخصوصا في شرق البحر المتوسط، وأيضا دخول أطراف دولية على الخط. فعذرا نأتي إلى مثال في السياسة الدولية، عندما توجد الثروة توجد الصراعات، نعم. ومن خلف الصراعات تجد الولايات المتحدة الأمريكية. فاليونان وتركيا تربطهم علاقات تاريخية قديمة منذ الدولة العثمانية، وحتى بعد انفكاك اليونان عن الدولة العثمانية 1832. لما ننظر إلى البعد التركي نجد أن البعد التركي بكل صراحة ظلموا المجتمع الدولي بعد معاهدة لوزان 1923، وأيضا معاهدة باريس 1947، أعطت لليونان حق ليس من حقها، حتى جغرافيا ووفقا لمفاهيم المياه، حتى الإقليمية وتقسيم المياه البحرية، حيث تنقسم المياه إلى مياه داخلية ومياه إقليمية ومياه محايدة وأعالي البحار. عندما ننظر إلى الجزر المتنازع عليها وهي 18 جزيرة، نجد أن البعد الجغرافي أو الرصيف أو الجرف القاري يقرب من تركيا، بل عملت بريطانيا والولايات المتحدة من بعدها خلال الحرب الباردة أن تعمل على تضييق المساحة التركية وخنقها بمساحة 10 كيلومترات في البحر المتوسط. فالبحر المتوسط هو بحر الصراعات، وأظن أن العالم قادم تبدأ نقطة الصراع العالمية القادمة من البحر المتوسط. طيب، فطبيعي يعني أن تنظر تركيا إلى مصالحها أعتذر الآن دكتور على المقاطعة. المتشابكة. يعني ما أريد التركيز عنه، ما هي منطلق يعني الذي تنطلق منه تركيا في تقييم علاقاتها مع اليونان؟ يعني هل ترى أن هي خطر قادم، خطر أوروبي قادم؟ هل تراه يعني هو استفزاز فقط؟ يعني ما هو المنظور الذي تراه تركيا، وبناء عليه يمكن أن نبني سياسات أو ربما نبني تخمينات قادمة لتركيا؟ السؤال هذا المقدمة لما هو قادم، يعني البعد التركي يعرف جيدا أن ليس هناك مواجهة عسكريا، وخصوصا في هذا الظرف الدولي للحرب الروسية الأوكرانية، إنما نجد هي الصراعات أو استفزازات. طيب، أعتذر أيضا المقاطعة مرة أخرى. أليس يعني الانشغال الأوروبي والأمريكي في الحرب بين أوكرانيا وروسيا داعي أكبر لتركيا حتى تستعيد يعني جزرها المغصوبة، أو كما يقال يعني الهروب إلى الأمام؟ وبالفعل السياسة التركية تعمل الآن بحذر وبسياسة مستقبلية رائعة، أنها أيضا تريد حصر اليونان في جزر أو في بوتقة معينة بعد التقاربات التي حدثت في الأيام الماضية مع الملف المصري أو الملف الصهيوني أو غيرها من الملفات التي تجعل من البحر المتوسط له مكان لتركيا في السياسات القادمة. وتضمن ذلك بوجود اليونان وتركيا ضمن شبكة الحلف الأطلسي الذي يضمن عدم وجود أو تدخلات عسكرية بين الطرفين، ولكن مبدأ القوة في العلاقات الدولية مهم، والمبدأ الاستراتيجي والدبلوماسي أيضا مهم، ونجد الآن هي لغة خطابات ادعائية واستفزازات إعلامية، ومن يجيد هذه الخطابات يستطيع أن يسيطر على حقه ويفرض سيطرته. فاليونان الآن لديها هاجس من التفوق العسكري التركي، وخصوصا الطفرة الدفاعية التركية. طيب، الحربية سيارتها وبغيرها. فالدافع التركي الآن هو دكتور. تثبيت قدمه في شرق البحر المتوسط وأخذ حق دولي بالاعتراف. طيب دكتور، سأعود.